نروح لخبر تاني، خبر مهم جدا، هو يخص قطاع الأطباء. حالة من الحزن سادت بين الأوساط الطبية في محافظة الشرقية بعد ما توفى 4 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين بس. انتشرت هذه الحالة بعد وفاة الأطباء، خصوصا أن معظمهم ماتوا وهم نايمين. يعني 4 أطباء شباب دول ماتوا وهم كانوا نايمين، الأربعة ماتوا موت مفاجئ. توفي الدكتور محمود سالم الغنيمي، نائب، هم دول صور الأربعة، نائب مدير مستشفى الزقازيق العام بشكل مفاجئ وهو نايم دون سابق انذار. مات الأطباء عاطف السيد طبيب الرعاية الحرجة بمستشفى أبو حماد المركزي، الدكتور أحمد محمد هشام، ولغاية دلوقتي السبب هو الإجهاد والتعب بدون وجود أي شبهة جنائية أو شبهة وبائية. طاقم الأطباء من الأطقم الطبية، بنقول أطباء قطاع التمريض وقطاع العاملين والعاملات في المستشفى. لو أنا جيت حطيت قطاع الأطباء في جنب لوحده، هقول إن هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا وهو يعيش في ضغط نفسي شديد جدا. هذا الضغط النفسي لا يمكن الاستهانة به. لو تفتكروا لما كانوا الأطباء بيناشدوا وزارة الصحة، بيناشدوا الرئاسة ضرورة إن هم يعني يوفروا لهم أي حاجة، يوفروا لهم أي شيء، يوفروا لهم مستلزمات طبية، يوفروا لهم ماسكات، يوفروا لهم أنابيب أكسجين، يوفروا لهم حتى إن هم يتحلل لهم PCR من وقت للتاني عشان يطمنوا على نفسهم، وكانت كل طلباتهم بتقابل بالرفض والتأجيل. لما تلاقي 4 أطباء زي الورد، أهليهم صرفوا عليهم لحد ما بقوا رجالة محترمين، أطباء محترمين، يموتوا بسبب ضغط نفسي وإجهاد، يخليك تقول إنه إن الدولة دي ما ادتش اهتمام وتقدير لهذا القطاع. المفروض تدي لمين؟ هذا القطاع اللي مسؤول عن صحة وسلامة كل المواطنين. يعني قطاع الصحة هو قطاع المحرك للدولة. لو أنت قطاع الصحة عندك بعافية، يبقى أنت اعرف إن هيبقى عندك تفشي للأمراض وتفشي للأوبئة. الغريب انه لما اطلب قبل كده يا محمد من ان يتضم الشهداء من الاطباء لصندوق الجيش والشرطه، اتقال ايه ساعتها لما قال مقابل؟ قال المقابل عند ربنا فوق. دول عند ربنا فوق، لو عايزين مقابل عند ربنا فوق. يعني كلام غريب جدا الصراحه، ومش عارف ليه، مع ان الناس دي فعلا احنا من زمان واحنا بنقول ان ليهم دور كبير جدا داخل البلد، واثبتوا ان هم ليهم دور كبير واساسي مع ازمه كورونا، مع ان ما كانش عندهم امكانيات ولا عندهم اي حاجه. عرفنا ان ليهم دور اساسي، وعلى فكره كل وظيفه داخل بلدنا المفروض تكون ليها دور اساسي عشان تبني البلد. كلنا بنكمل بعض، المهندس بيكمل الطبيب، بيكمل المحامي، بيكمل التاجر، بيكمل عامل النظافه، بيكمل كل دول بيبنوا بلد. هي دي البلد. البلد مش قايمه على قضاء وشرطه وجيش فقط، بلد قايمه على حاجات كتير جدا، بس احنا عندنا حصرناها في الثلاثه دول. فدلوقتي في حمله اسمها حمله مصيرنا واحد، طلبت السيسي بالتدخل في اصدار قرار يضم العاملين بالصحة اللي ماتوا بكورونا لصندوق تكريم شهداء وضحايا الثورة والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والأمنية. كمان طلبت كل من النقابات المهنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأنها تدعم أسر الشهداء في الدعوة القضائية المنظورة قدام القضاء الإداري. وقالت الحملة في بيان ليها امبارح أن في ظل ما تعانيه أسر شهداء العاملين في القطاع الصحي جراء كورونا من تجاهل الحكومة ومجلس النواب اعتبارهم عوائلهم شهداء وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق الأدبية والمادية، لجأت أسرة الشهداء إلى القضاء. المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمان بالتنسيق مع حملة مصيرنا واحد عملوا دعوة قضائية نيابة عن الأسر دي، وطلبوا فيها من الحكومة المصرية بموجب الدعوة دي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة إصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين والفنيين فنيين التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي شهداء، مع اللي يترتب على ذلك من آثار أهمها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير اللي قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لكورونا، ويعتبروا إن هم يعني ماتوا وهم بيشتغلوا على ده، ومساواتهم مع شهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية في المزايا اللي بتحصل عليها أسرهم. حذرت الحملة من إهدار حقوق أسر شهداء العاملين بالصحة، إن ده ممكن يتسبب في زيادة هجرة العاملين فيها، وده هيترتب عليه آثار سلبية على تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري. في الآخر الكلام ده صحيح،
فكره ان انت تهيئ للشخص ده ان هو يشتغل داخل البلد عندك، تعمل له بيئه كويسه، تعرفه ان انت مضمون، الدنيا عندك مضمونه شويه، لو لا قدر الله صابك حاجه، لو لا قدر الله حصل لك حاجه، احنا هنتكفل بالناس اللي وراك، المعاش بتاعك هيعيشهم، المميزات اللي ممكن ياخدوها لو لا قدر الله حصل لك حاجه بعد الشر، المفروض اصلا نحاول نحميه من ان هو يحصل له حاجه، بس نقول لو لا قدر الله حصل له حاجه المفروض نعرفه ان الناس دي هتبقى ضامن نفسها، والا بكل بساطه هياخد بعضه يطلع الخليج، يطلع على المانيا، يطلع على اي حاجه، ياخد شهاده ويشتغل هناك ويبقى باشا ويبقى الدنيا معاه زي الفل ويجمع فلوس وخلاص بقى. انت اقعد بقى كل سنه اقعد اشتغلنا اقول لك انا عندي 200,000 طبيب و200,000 دول هربان منهم 110 فاحنا بقى عندنا 90,000، كل سنه يقعدوا نفس الكلام. طب ما انت عارف ان في مشكله عندك في القطاع الصحي وعمال تبعت العيال هنا وتبعتهم هنا واللي خلص توديه تكليف تحت وفوق وعمال تشقلبهم في كل حته، طب ما على هذا الاساس اعمل لهم حاجه تخليهم عايزين يقعدوا. مفيش حد هيبقى حاسس ان هو حتى يعني دي حاجه موجوده يا جماعه في كل حته. لو انت بلدك بتديك حتى اقل من اللي بره بس عايش عيشه كويسه، محدش بيفضل الغربه. اللي بيفضل الغربه ده بيسيب اهله واصحابه والكلام ده كله، بيبقى حاطط لده ثمن. ثمن ايه؟ ان هو مثلا ممكن يكون بيقبض في مصر 1000 جنيه وبره بيقبض مثلا 25,000 جنيه. انت ممكن يقول لك كده اصلا. فانا ما بقولكش قبضه 25,000، قبضه يا اخي 10، اديله كرامه حتى، اديله اي حاجه. ساعتها هو هيقعد لان في عنده حاجات تانية بقى مش موجوده في اللي بره. بره غربه وبهدله وتعب نفسي والكلام ده كله، في بلده هو عايش طالما قادر يعيش الحياه الكريمه هيعيش عادي، مش هيبقى مضطر ان هو يطلع بره بقى، ومش هيبقى حلمه ان هو يجيب عربيه فظيعه جدا، ده هيبقى حلمه عادي جدا ان هو يعيش حياه كريمه وعايش مع اهله واصحابه وفي بلده ووسط ناسه في الاخر، فخلاص مبسوط. مفيش حد عموما بيختار الغربه كرفاهيه، بياخدها لما يكون فعلا مش قادر يعيش. بالظبط بالظبط، ساعتها بيدور على الحياه بقى اللي هي الافضل، الرفاهيات الكلام ده كله، ولما بيطلع بره بيلاقي عايز يعيش عيلته بشكل كريم. هو لو يعني انا اصلا شفت الكلام ده بعيني في مصر. في مهندسين في مصر اللي ربنا كرمهم واشتغلوا في بعض الشركات الانترناشنال مثلا او حتى الشركات المحترمه شويه، وده طبعا اللي هو عمله نادره جدا الحكايه دي، وبياخد راتب اقل بكتير جدا من راتب الخليج وكده، بيبقى عايز يقعد في مصر عادي خلاص، لكن اطلع بره ليه؟ بالظبط، انا ردي كويس. لو عندك الحد متثبت الادنى من المعيشه الجيده هقسط عربيه صغيره جدا جميله جدا، وهعيش انا وعيالي ومراتي في شقه جميله وخلاص، اطلع بره بقى وشحططه والعيال ما يعرفوش جدهم ما يعرفوش جدتهم والكلام ده، لا انا اقعد في بلدي. بالظبط، يعني الراتب ضعف هناك وده ثلاث اضعاف، بس زي ما بنقول انت اديت الحد الادنى من كل حاجه، فعلى الاقل الشخص اللي موجود مش هيحس ان هو عايز يمشي. بالمناسبه دايما بنقول مفيش حد على فكره فعلا بيختار الغربه وهو مرتاح في وطنه، يعني مفيش حد بيختار الغربه وهو مرتاح في بلده، الا بقى اللي رايح يدرس تخصص نادر او اللي رايح يشتغل في وظيفه كذا بس عموما مفيش حد هيروح يختار ان هو يتغرب ويشتت شمل عيلته وما يشوفش اهله عشان خاطر حاجه بسيطه. لا، اللي بيروح عشان باكج على بعضها، عشان مجموعه من المميزات على بعضها، عشان عايز يتقدر، عشان عايز ياخد مرتب كويس، عشان خاطر عايز يعيش ولاده في وطن يحترمهم، في وطن يقدرهم، عشان عايز يشوف ولاده يبقى حظهم افضل كتير جدا من حظه. يعني كل اللي بنتمناه ان فعلا يتم اعطاء الاطباء وكل طواقم التمريض حقهم مقارنه او كده بالموازاه مع كل المسؤوليات اللي هم شايلينها على عاتقهم بالفعل.